اهلا بيكم. هحكي لكم قصه مثيره ومهمه جدا جدا. العلماء المتخصصين في عالم تاخر الانجاب طلعوا نوعيه معينه من الدراسات الفتره الاخيره. النوعيه دي على قد ما هي فيها غموض، على قد ما فيها الى حد كبير جدا كثير من النقاط التفسيريه لاحداث برضو غامضه. بدايه الدراسه بتقول انه بيقولوا ان لكل انسان، لكل جسم، راجل وست، اتزانه الكيميائي الخاص به. وبيقولوا ان في بعض الاحيان قد لا تتفق هذه الاتزان او هذا الاتزان الكيميائي ما بين الراجل والمراه، يبقى في تنافر او عدم تجانس كيميائي بين الاثنين. ده كلام بقى علمي قوي، اللي هو احنا بننقله في الكلام الشعبي بمعنى اخر بانه مفيش كيمياء بين الناس، بين الراجل والست. وهنا بتحصل بعض المشكلات التي تؤخر او تكون عائق امام حدوث الحمل. عضويا بيترجموا الكلام ده بانه يبدا عنق الرحم يفرز مواد معينه وانتي بوديز، مضادات تهاجم الحيوات المنويه وتقتلها. وبيلاحظ في تلك الحالات، الدراسه بقى كملت، انه بعد انفصال الزوجين دول اللي هم غير متماثلين كيميائيا وكل واحد فيهم بيذهب الى حال سبيل ويتجوز جوازه ثانيه، بيحصل حمل بعد كده ويحصل توافق. الله، الحالات دي ما زال البحث فيها غامض وما زال الموضوع غير واضح، والكلام برضو بيني وبينكم الى حد ما ادبي اكتر منه علمي. يعني الكلام كده يمشي في الادبيات، اللي هو بقى ينفع ليه روميو حب جولييت قوي عشان الكيمياء بينهم كانت عاليه قوي، ليه عنتر كان بيحب عبله قوي عشان الكيمياء بينهم كانت عاليه جدا، شفيق ومش عارف شفيقه ومتولي، الكلام اللي هو بتاع زمان ده. لكن علميا الجزء الوحيد اللي له علاقه بالموضوع حكايه المضادات. طب هنفهم اكتر، يعني هنفهم اكتر، بس اكيد عشان نفهم لازم ارحب بضيف العزيز اللي بنفتخر بوجوده معانا، قيمه علميه كبيره واسم قدير في منظومه عالميه هي المركز المصري. النهارده بيشرفنا طبعا اسم كبير يقود المركز المصري والمدير التنفيذي له هو ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقن المجهري، المدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب وزميل جامعه مونبلي الفرنسيه وعضو الجمعيه الاوروبيه للاطفال الانابيب والجمعيه الامريكيه للاطفال الانابيب والحقن المجهري. اهلا بيك يا دكتور احمد. دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ الله يخليك، بنتشرف نكون معاك دايما. شرف لينا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. هل اللي انا قلته ده، وان كان يبدو تحس كده يا فندم انه كلام ادبي شويه منه علمي، بس الجزء العلمي بتاع المضادات، لكن هل فعلا حكايه الكيمياء بين الاجساد، انا طبعا الدراسات اللي مهتم بيها جدا فكره انه في مواد معينه بتخرج من العقل الرجل وعقل المراه لو توافقوا يبقى في بينهم من بعض علاقه حب، لو متنافرين المساله مش هيكون فيه، ده كلام العلم برضو طرحه في شكل نظري. بس هل في عالم التاخر الانجاب ممكن ده يحصل؟ دكتور ايمن، زي ما حضرتك قلت طبعا هو الموضوع ده الكلام ده ادبي اكتر منه علمي. يعني طبعا في دراسات كتيره قوي معموله على الكلام ده، بس للاسف كلها فشلت في تثبت وجود ده كحاجه موجوده فعلا. يعني تمام، مش عارفين يمسكوا دلائل حقيقيه، مش عارفين يمسكوا دلائل حقيقيه. تمام، هل هم مثلا دول لو كانوا كملوا مع بعض شويه كان هيحصل حمل؟ الله اعلم، احتمال وارد. تمام، فلحد النهارده لا، مفيش دليل علمي واضح على الكلام ده. تمام، فما نقدرش نجزم بيه. تمام، هل هو وارد؟ الله اعلم، احتمال، بس ما فيش دليل يعني صريح نقدر نقول للناس عليه. الست بيواجهها بعبع اسمه مخزون المبيض، والبعبع ده على فكره الكلمه دي هو سؤالي الاول، ما هو مخزون المبيض ولماذا نقول عليه انه ربما يكون بعبع في حاله تاخر انجاب؟ مخزون المبيض ده هو قدره المبيض ان هو يستجيب للعلاج القوي. لما نيجي نعمل حقن مجهري بنحتاج عدد كبير من البويضات نقدر نشتغل عليه، يعني 10 15 بويضه مثلا، ده اللي هو الايديال او الاوبتيمم يعني. تمام، فهي مخزون المبيض هو قدره المبيض على الاستجابه ان هو يقدر يطلع بالعلاج هذا العدد من البويضات. تمام، هو بعبع طبعا لان الناس بتخاف، لان في ستات كتيره قوي وفي بنات صغيرين جدا في السن مخزونهم بيكون ضعيف قوي، فبالتالي ما بيقدروش يستجيبوا كويس قوي للعلاج، فبالتالي احتمال حدوث الحمل عندهم بيكون قليل شويه. يعني ممكن فجاه تدخل في مشكله. ممكن تدخل في مشكله وهي مش واخده بالها. ايه التحليل اللي لازم تدور او تعمل لست احنا خايفين على مخزون المبيض؟ بص، لتقييم مخزون المبيض في حاجه من اثنين،
الحاجه الاولانيه نعمل تحليل اسمه AMH اللي هو انتي ميولين هرمون. الانتي ميولين هرمون ده بنقيس هرمون في الجسم تمام في اي وقت مش مرتبط بالدوره. لو هو اكتر من واحد يعتبر كويس، لو اقل من واحد لا يعتبر في ضعف في المخزون. والحاجه الثانيه اللي هو بنعمل سونار مهبلي في اليوم الثالث من الدوره بحيث نشوف عدد البويضات الموجود في المبيض شكله عامل ازاي. لو هو اقل من 8 على المبيضين يبقى في ضعف في مخزون البويضات. يعني نقدر نشخصه عن طريق حاجتين. الحاجه الاولانيه تحليل الاي ام اتش اللي هو قياس الانتي ميولين هرمون في الدم، والحاجه الثانيه اللي هو السونار المهبلي في ثالث يوم من نزول البيريد. ده لازم يتعمل بالنظام اللي حضرتك قلته ده. لازم تعمل بالنظام ده. والحقيقه الاي ام اتش، انا اسف قطعت كلام حضرتك، الاي ام اتش والسونار الاثنين مكملين لبعض. الارقام بالنسبه الطبيعيه للمخزون المبيض كام؟ ان الرقم بتاعه يكون فوق رقم واحد بالنسبه للتحليل، واحد واحده اللي هو نانو جرام بير مليليتر، لو اقل من واحد يبقى قليل، وفي السونار المهبلي ان يكون مجموع البويضات الموجوده على المبيضين اكتر من 8. لو اقل من 8 يبقى في ضعف في المخزون. هل في يعني علاقه بين ضعف المخزون بتاع المبيض وبين مرض تكيس المبيض؟ ناس بتتلخبط بين تكيس المبيض واكياس على المبيض. لا بص، هما دول حاجه بتتكلم على تو اكستريمز. المخزون ده اللي هو قدره المبيض على الاستجابه للعلاج اثناء الحقن المجهري، بينما الناس اللي عندهم تكيسات في المبايض عندهم حاجه اسمها ضعف تبويض. بس الناس دي لو احنا عملنا تحليل المخزون هيطلع كويس جدا، للمبيض بتاعهم فيكون في عدد كبير قوي من البويضات. هي المشكله بس ان احنا نخرجهم ازاي. تخرجهم ازاي دي عن طريق حد متخصص، لازم تاخد التنشيط بطريقه مظبوطه عشان تخرج هذا العدد. تمام، حضرتك قلت برضه نقطه كويسه قوي، ساعات الناس بتتلخبط بين كيس على المبيض وتكيس على المبايض. لا، تكيس على المبايض ده متلازمه، بيكون فيها لخبطه من التبويض مع شعر زياده في الجسم مع شكل المبيض في السونار. بينما كيس على المبيض لا، ده ممكن يبقى كيس شوكولاتي، كيس وظيفي، كيس درمويد، ايا كان. فده حاجه وده حاجه ثانيه خالص يعني. تمام، بس لو احنا اخذنا المخزون مع التكيس، لا هم دول عكس بعض. الناس اللي عندها تكيس على المبيض بالعكس بيكون مخزون البويضات بتاعها عالي جدا، فما يزعلوش منه يعني. تمام، هو ليه برضه حاجه ايجابيه انه بيخلي مخزونهم كويس قوي. يعني في فرق يعني، لازم الناس تفهم معنى كلمه ضعف مخزون وضعف تبويض. ده حاجه وده حاجه. يعني مش هنحطهم الاثنين في نفس الباسكت يعني. ضعف المخزون يعني من الاول انا ما عنديش. سقطت كلام حضرتك، للاسف. هو ممكن يبقى فيه ضعف تبويض ناتج عن ضعف المخزون، او ضعف تبويض ناتج عن تكيس المبايض. يبقى المخزون كتير بس ما بطلعش. بالظبط كده. باين قوي المبيض ده مخزن فيه حاجات، فيه بويضات، والله انا ما عنديش مخزون اساسا، اكيد يبقى ما عنديش تبويض. بالظبط كده. يعني يعني يبقى الاثنين دول، لكن ممكن يكون عندي مخزون زياده لكن ما فيش حد بيطلع، في فساد بقى في القصه. ما فيش حد بيطلع من المخزون. الست امتى تقلق قوي؟ الكلمه دي مهمه قوي. تقلق قوي لو المخزون بتاعها اقل من رقم واحد. لانه اقل من رقم واحد فبالتالي احتمال حدوث الحمل عن طريق الحقن المجهري بيكون قليل. بس برضو انا عايزها تقلق، بس ما تقلقش قوي، لان المخزون ده ليه دعوه بادائها اثناء الحقن المجهري، ملوش دعوه خالص بالحمل الطبيعي. تقسم معلش، ان احنا في الحمل الطبيعي بنحتاج نخرج بويضه واحده، حتى المخزون قليل هي الست دي بيطلع عندها بويضه واحده. فممكن قوي ينتج عندها حمل طبيعي لو ما فيش سبب تاني. بينما في الحقن المجهري لا، بنحتاج عدد كبير من البويضات نقدر نشتغل عليه. فالمخزون بتاعها ضعيف وزوج مثلا فيه مشكله او في مشكله في قنوات فالوب، لا دي لازم تقلق ولازم تتجه على طول الحقن المجهري. ان كل ما تكبر اكتر كل ما المخزون هيقل اكتر، فبالتالي احتمال حدوث الحمل هيكون اصعب. برضه بنحب نطمن الناس، كون المخزون قليل لا يعني ده نهايه العالم، لان في الاخر جزء كبير قوي من الناس بيستجيب كويس للعلاج من غير مشاكل. لما يكون المخزون قليل احنا وظيفتنا كدكاتره ان احنا نديها علاج باقصى جرعه ممكن ناخدها على امل يحصل استجابه تكون معقوله. في جزء مش قليل منهم خالص بيستجيب للعلاج بطريقه كويسه. فطبعا زي ما بقول لحضرتك، هم محتاجه تقلق، بس يعني هو مش كارثه في الاخر، لان يعني في جزء كبير قوي من الناس بيستجيب من غير مشاكل يعني. عندي قضيه مهمه قوي اسمها المنشطات بقى. المنشطات ما يحاط بها السلبيات اللي حواليها الايجابيات اللي ممكن نستفيد منها، الخط الفاصل بين الانتقال من ان انا استفيد من المنشط او احوله الى كارثه. ايه بقى؟ لا طبعا، هو اهم حاجه في اللي بيدي المنشط ده ان هو يكون بيعرف يستعملها ازاي. انا عارف اللي ما يعرفش يستعمل الحاجات دي برضه نصيحه احسن ان هو ما يستعملهاش، ان هي ممكن تضر. تمام، المنشطات ايجابياتها طبعا ان هي بتنشط التبويض في حالات كتيره قوي. الناس اللي عندها لخبطه في الدوره، ناس عندها تكيس في المبايض، ناس عندها ضعف في التبويض نتيجه للغده النخاميه، كل دول ناس بيعملوا حقن مجهري، كل دول بيستفيدوا من المنشطات بطريقه ايجابيه. مشكله المنشطات حاجتين. الحاجه الاولانيه لو هي ما اتاخدتش بطريقه مظبوطه في حد عنده تكيسات على المبيض ممكن تؤدي يحصل حاجه اسمها فرط تنشيط. يعني المبيض يكبر قوي، ميه تتكون في الجسم وكده، طبعا الموضوع بيكون فيه خطوره على حياه المريضه، يعني ممكن ينتهي بيها لا قدر الله في الرعايه المركزه.
والمشكله الثانيه يعني طبعا الناس بتشوفها حاجه ايجابيه بس احنا لا، اللي هي التنشيط الزياده ممكن ينتج عنه ان الست تبقى حامل في 2 و3 و4 وده مش كويس، لان الحمل في 2 و3 و4 احتمال حدوث الاجهاض المبكر بيبقى عالي جدا. فست تحمل مثلا في 3 اطفال وتيجي تنزلهم كلهم في الشهر السادس كاننا ما عملناش حاجه. تمام. فالحمل المتعدد وفرط التنشيط هما اخطر حاجتين من المنشطات، عشان كده دايما اللي يستعملهم لازم يكون عنده خبره في استعمال ده ازاي. واحنا بنتكلم دلوقتي تعبير ان الناس الست اللي عندها نقص في مخزون المبيض مش هتحمل حمل طبيعي، الكلام ده صح ولا غلط؟ ده لا غلط خالص. معاك عارف، ودي نقطه مهمه قوي، ودايما بقول لكل المشاهدين بتوعنا يا دايما حطوا ده في دماغكم كويس قوي. معاك بتلاقي مثلا ست متجوزه بقى لها 4 شهور وبالصدفه حد طلب منها المخزون طلع قليل قوي، فبتيجي طبعا منهاره وحاسه ان مش هيحصل حمل. لا بنطمنها طالما البيريد بتيجي وما عندهاش اي عامل تاني، لا جزء كبير قوي منهم هيحمل من غير حاجه. هي مش احسن حد يعمل حقن مجهري ده اكيد، بينما فرصها في الحمل الطبيعي لو مفيش سبب تاني بتبقى موجوده جدا. فما تقلقش وما تتخضش زياده، يعني مفيش داعي للانهيار، لا في فرص كويسه قوي ان يحصل حمل طبيعي. برضه في الاماكن اللي هي تحس ان فيها يعني حوار غير علمي شويه بيسيطر على الكلام، ست داخله بمخزون مبيض منخفض يلا نعمل لك حقن مجهري على طول من غير كلام كده، يعني ثوابت كده، هل ده صحيح ولا خطا؟ يعتمد على سن المريضه قد ايه. تمام. وده مهم قوي، يعني سن المريضه مثلا الاي ام اتش بتاعها قليل وعندها 38 سنه غير اللي عندها 25 سنه، واعتمد فتره العقم بقى لها فتره قد ايه، يعني الست اللي متجوزه بقى لها 3 شهور غير اللي متجوزه بقى لها 5 سنين. لو فتره العقم طويله لا محتاجين نعمل حقن مجهري على طول، لو سننا كبير لا محتاجين نعمل حقن مجهري على طول. بينما لو فتره العقم قصيره ولسه متجوزين مش فتره طويله وسننا صغير ومفيش سبب تاني، لا ممكن نستنى شويه طبعا. عندي مشكله في نقص مخزون المبيض بالنسبه للبنات الصغيرين اللي ما اتجوزوش او اللي ما اتجوزوش والسن بيتقدم بيهم. دي نقطه مهمه جدا. تمام. لان اي ست عندها نقص في مخزون البويضات وهي لسه ما اتجوزتش ان هي تعمل تجميد بويضات، لان قبل ما تيجي تتجوز ممكن يحصل انقطاع في الطمث، فبالتالي بتنعدم فرص الحمل الطبيعي. فاي ست صغيره المخزون بتاعها قليل او والدتها انقطعت الدوره في سن صغير او اختها عندها مشكله في مخزون البويضات، بننصح دايما البنت الصغيره ان هي تعمل مخزون بويضات. لو لقيته قليل تتجه على طول لتجميد البويضات، ده بيحافظ على خصوبتها على المدى البعيد. ودي نقطه مهمه قوي الحقيقه حضرتك اثرتها يعني. برضو يعني جالي سؤال في ناس مثقفه شويه قالت لي هو لو فيه ضعف مخزون مبيض وبدا نعمل حقن مجهري نعمل فحص وراثي على السن البويضات دي ممكن تكون من ناحيه الكم قليله ومن ناحيه الكيف غير جيده؟ لا بس ما شايفتها قوي الحقيقه. تمام. يعني تعمل حقن مجهري يعني فحص وراثي في الحاله دي هيكون صرف فلوس ملوش فايده. يعني ما انصحهاش ان هي تعمله، مجرد بس تعمل حقن مجهري وتاخد العلاج باقصى جرعه ممكن ناخدها على امل يحصل استجابه تكون معقوله. كنا نعمل فحص وراثي لا اعتقد دي انترفنشن مش هتكون مفيده ليها، ويكون استهلاك للفلوس ملوش معنى. تمام. هنروح بقى لكلام ابو العريف. ابو العريف بقى بيفتي، والابو العريف في الفتي ملوش حل وخصوصا في الحاجات دي. وعلى فكره الفتي في المجتمعات النسوية فيما يتعلق بتأخر الإنجاب ده في مصر مرعب مرعب. تعالوا نسمع مع بعض أبو العريف. يا باشا واحد حبيبي دفعتي في الكلية من زمان ما شفتوش، سنة 2-3 والدنيا تلاهي. المهم قابلته وأحضنه وسلامات وإزيك وإزاي العيال، قال لي لسه ما خلفتش متأخرين في الخلفة. ليه كده حبيبي؟ قال لي عندها ضعف في التبويض وضعف في المخزون وبتاخد منشطات. إيه يا عم الكلام ده؟ ده انت لو ما انتش دفعتي في الكلية كنت قلت عليك جاهل ما بتفهمش. المنشطات دي الراجل اللي بياخدها، الستات ما تاخدش منشطات، ده كده تبوظ هرموناتها على الفاضي، ما يبقاش قدامها غير العمليات والحوارات. يا حبيبي التبويض ضعيف، ريحها شوية وغذيها، خليها تهتم بصحتها. ضعف التبويض جزء من الضعف العام، لما تتقوت وتريح هتلاقي التبويض ظبط والمخزون زاد. واتقالوا ما تفكروش في الموضوع كتير، ربنا يديك يا حبيبي ويخلف عليك. تتقود دي كلمة تتقال، ايه تتقود دي؟ الله يسامح الكلام. طبعا تخريف ما بعد التخريف. لا تخريف طبعا. معاك عارف. لا لا طبعا الناس اللي بتحتاج تنشيط تبويض ده ما بيأثرش عليهم في أي حاجة،
ولا بيأذي المبيض على المدى الطويل في اي حاجه خالص. تمام. فطبعا ده كلام يعني تخريف. سمك لبن تمر هندي. سمك لبن تمر هندي. سمك لبن تمر هندي. هل من المنطقي انه يتعالج الاثنين مع بعض الراجل والست؟ اكيد، لانه في ناس كتير بتقول استنى اما الست تتعالج الاول وبعدين تعالج انت. يعني في ناس ساعات بترتب العلاجات. لا هو العكس صحيح. يعني حضرتك عارف لو زوج عنده مشكله لازم هو الاول يتعالج قبل ما نعالج الزوجه. تمام. لان حياته المنويه مش كويسه خلاص كنا نعالج الزوجه احنا كده ما بنعملش حاجه بنضيع وقت يعني. تمام. فلو هما الاثنين عندهم مشاكل بالذات في مشاكل في التبويض عند الست لازم الاول نظبط الحالات المنويه ونتاكد ان هي كويسه وبعد كده نبتدي نعمل فحوصات او التنشيط للست يعني. الشرف كل الشرف لينا ان انت نورتنا النهارده وابدعت في هذا الحوار المهم جدا، عالم تاخر الانجاب، عالم مشاكل التبويض، اعتقد انه عالم فيه الكثير من التقصير سواء في الثقافه. والحقيقه حكايه الثقافه دي انا فوجئت ان في ناس كتير قوي لسه عندها ثقافه طبيه في سنه اولى. سنة أولى. أنا بشكر حضرتك يعني انتهز الفرصة بقى أشكرك إن حضرتك فعلا بتثقف الناس بالنسبة للحاجات دي. لا طبعا فعلا ودي حاجة بنشكرك عليها فعلا. ده اللي بشكرك إن أنت قبلت دعوتنا والمركز المصري قابل دعوتنا، هذا المركز العريق اللي بشكره مش بس على قبول دعوتنا على كل ما قدمه للعالم العربي من تقدم علمي وبحث علمي على أرقى مستوى منذ سنوات طويلة وما شاء الله. والميزة الرائعة جدا والمبهرة جدا انه ازاي نحافظ على هذا الاستندر العلمي بل نرتقي به، ده شيء صعب مش سهل خالص عبر سنوات. لا مش دكتور ايمن ده من ذوق حضرتك بس. لا دي حقيقة يعني بنفتخر بيها كلنا في ربنا يخلي حضرتك. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجاري، الاستاذ بكلية الطب والمدير الطبي للمركز المصري للاطفال الانابيب وزميل جامعة مونبلي الفرنسية والجمعية الاوروبية للاطفال الانابيب، كان ضيفي في واحدة من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة.